مرحبا. على السلامة، مرحبا بكم. لاباس عليك؟ الحمد لله. وانت؟ محلى زين. عايشك. نقول لك شنو تعمل انت؟ والله نقرا ديزاين جرافيك في اريانا. شنو هي في الجاية، خاصة ولا؟ لا ايتاتيك، تبع الدولة. قداش تقراها من عام؟ عامين. فاكولتي نو؟ نو فورماسيون. شنو الافاق، شنو تحب تعمل بالضبط؟ والله كأي تونسي يحب يخرج لبرا. تخرج لبرا؟ إيه. علاش أول حاجة تحب تخرج لبرا؟ والله قراية في الفاك ما توصلش كل شيء، مش نتخرج من الفاك ما عندي ما نعمل. أنا حبذت إني نعمل فورماسيون هذه، نخرج لبرا. كما تعرف فلوس لبرا مش كفلوس الداخل. اخترت الديزاين علاش؟ والله أنا نعمل مسرح وكل شيء، ممثل وكل شيء، ما حبيت نمشي في حاجة فن يعني تتبع المسرح. نرجع للديزاين، المسرح هواية معناها عندك؟ مسرح هواية. أنت تعمل في تياتر؟ كنت أعمل فيه في مكتر، تو ديجا محبس، عامل فيلم ضارب تحت الشجرة، خرجنا فرنسا. أي سي سي. فيلم تحت الشجرة؟ مهرجان كان. شكون مثل معاكم تحت الشجرة؟ والله مش معروفين، هما المخرجة تعيش في فرنسا، ريجة السحيري، نحب نقدم لها تحية وكل شيء. وكهو. الفيلم تحت الشجرة قريت عليه شوية محال. تم عرضه في تونس ولا؟ بالطبيعة جي سي ماخذ الجائزة الثانية، تانية الفضي. سي سا ذكرت. والدور نتاعك أنت شنو؟ البطل. البطل أنا ما عرفتك صدق. اللي شعره كيرلي. اللي يحب المدينة. كيفاش، احكي لي شوية كواليس تصوير فيلم. والله الكواليس تعدت محلاه، بما أنه أول تجربة كانت عندي قدام الكاميرا وقدام كل شيء. ما أول نهارات تعبنا في التصوير وكل شيء، ما تخزرش الكاميرا وما تتربثش وما تعملش. تخزر الكاميرا يعني. يعطيك الصحة. وبعد ديجا استأنسنا وتعدى فيلم محلاه، ديجا ماخذ الجائزة الأولى في فرنسا، داير العالم الكل، مترجم اللغات العالم الكل. وكل شيء. تشوف روحك محظوظ انك عندك دور، غيرك انت يسنى حتى يتمنى حتى يكون في غيغون في 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 فيلم في في مناوعه، مش في، فما بالك انت ممثل واول تجربه لك. اي بالطبيعه لي الشرف برشا، وفرحان برشا اني مثلت فيه، وفرحان باللي كيف اللي مثلنا معاهم وكل شيء. ما عملت كاستينج. شنو اللي كان افكتيف، كيفاش كان الاختيار؟ اختيار والله كيما نقول لك بالمعارف، ما نكذبش عليك. صحيح. صدفة زادة. اون بليس سا انه يكون عندك انستغرام ضارب، يكون عندك فلوس، تكون معروف، يكون عندك شكون يدخلك، شكون يمشي معاك نهار الكاستينغ. ما تخافش، ما تعرفش تخف قدام الكاميرا، والكاميرا ما تحبكش راهو ما هم. صحيح. بيان سير، انت وخضرة الكاميرا، انت ونظرتك، وانت والمخرج زاد كيفاش يلاوش حاجة اللي يحبها فيك، اسكو موجودة ولا لا؟ انت عملت كاستينغ فين بالضبط؟ شنو الظروف اللي عملتها كاستينغ؟ غادي هي عملت كاستينغ في مكثر والله ولاية سليانة. من بين اكثر من 3000 تختارنا 8 من الناس وبقيه فيغور بعضكم. مش الكل، لا، من نوعين، من نابل، من كسرة، ومن مستير، ومن مكثر. الفيلم فين تصور؟ هو كسرة. كسرة الكل في كسرة. ايه. شكون الاسامي اللي معاك؟ والله اكيد ولاد مسرح. لا مش ولاد مسرح. كأول تجربة اليوم مش ولاد مسرح، الوحيد الولد مسرح هو أنا اللي مثلت في الفيلم. قداش عندك تمثل في الهواية اللي نجتك الفرصة هذه؟ من 2017 ديجا ماخذ الشهادة تحسن ممثل في بيجا في صفاقس. عندي جوائز نتاع المسرح. ذكرنا باسمك صديقي باش الناس. غيث منديسي. وإن شاء الله في المستقبل مش تشوفوني حاجة كبيرة في التياتر. سي بيان، واش الإنسان يكون طموح ويصبر ويخدم، أهم حاجة. بالطبيعة أهم حاجة هي الخدمة، تخدم على روحك. ديجا قاعد نحضر في مسرحية وحدي. ايش المسرحية؟ هي كوميدية درامية. كاتب النص؟ وحدي نكتب. مغروم؟ اي مغروم بالكتيبة. نكتب ديجا هو في المسرح، كي خدمنا مع وسام زغدود ونبيل حامد وهند شيرني. ديجا هما عطونا لاستيس كيفاش نجم تخدم، كيفاش تكتب، كيفاش اي. اعطيني فكره على بتبيع حقوق الملكيه حتى باش يسرقوا لكش افكار، لكن الفكره ككل جلوبال، مو النص بتاع المسرح، شنو اللي قاعد تكتب فيه؟ والله نحب اول حاجه مش نحكي كيفاش، شويه على الحرقه، ما نحبش نتعمق، ما شويه على الحرقه وكهو. كيفاش تصير ظروف، كيفاش العائله تبعث ولدها، تو ما عادش قبل يخاف على ولده، تو هو ديجا يجيب له الفلوس ويقول له برا احرق، يدبر له الحرقه. قوليش وين منشور؟ ومنشور. مازلت ما بديتش لافون بريميرا؟ لا مازلت. انت فين خطوات معناها المسرحيه قريب تكمل ولا؟
مازلت في النص، مازلت هي الكتيبة، إي مازلت هي. خد بالك النص نتاعك، أهم حاجة كتابة النصوص والسرقة صديقي. ديجا كتبت نص عملته في بيجا غالي. سجلته. لا عملت مسرحية نتاعي، بعد شفت هو منشو خدمها شكون في التلفزة. قبل 2022. شكون عطيتها أنت؟ ما عطيتهاش، عرضتها في هي مسابقه جهويه بين الجهويات في التياتر وكل شيء، ما فما شكون معروف اللي خذاها. اي اسم معروف، معروف معروف. قولوا لي في الاوف، في الاوف بعد قولوا لي. معروف كل شيء من بعد. شنو هي نفس النص نتاعك اللي كتبت؟ نفسه نفسه ديجا كل شيء تعدى وما نشوف الحوار التونسي. علاش يا اخي انت لهالدرجه ما سجلتهاش؟ علاش ما سجلتهاش؟ ليه مع غادي كي مش نمشي نصوروا ما عندكش الحق يعني مش تسجل كل شيء، انا مش نطلع فوق الركح وكل شيء. نطلعوا فوق الركح وكل شيء، ما عندكش كيفاش مش تصور انت ديجا هما لجنه يبدو قدامك وقداش من واحد. ما احنا مش نسمو حتى حد، المسرحيه نتاعك هذه اللي تحكي عليها وقتاش كتبتها انت؟ كتبتها في 2000 اخر 2021، اول ما بدا في سبتمبر 2022 تعمل المهرجان. ايش تعرضت؟ 2022 سبتمبر. نحكي وقتاش تعرضت في التلفزه كي شفتها؟ بعدها بشهر مش برشا، بعد ما العرض نتاعك في بعد ما العرض نتاعي في بيج وكل شيء عملت مونولوج. تكون تشابه. تشابه تنجم تكون، ما المسرحية من الأول للآخر هي نفسها. هي نفسها جست شوية فما أسامي تبدلوا كهو. صديقي ريت اليوم أهم حاجة أنك ما دامك تكتب في مسرحية حتى صديقك ما تعطيش فيه ثقة، نصك ما ياخذوا حد وقبل ما تعرضه قدام مجموعة لازمك تسجلها وشوف وشوف تاخذ حقك. شوف شوف تاخذ حقك، شوف ليه تو في تونس بالرسمي والله. انت اعطيتنا المثال الايجابي، المثال نتاع الشاب الطموح اللي عندك موهبه في التمثيل، عندك موهوب انت من فانت كونت ما دامك تكتب وجاتك الشانس انك تمثل في فيلم خذا جوائز على عربيه على الاقل دوليه. عربيه واجنبيه راه. اجنبيه ماخذ اكثر من التو خذا سكسي اجنبي. الرول نتاعك كيف شفته في الفيلم؟ دور ثانوي دور رئيسي؟ لا دور رئيسي المرة الأولى الحق. هو الممثل كيفاش هم يعطوك يعطوا الأدوار كلها ثانوية را. بعد كل واحد كيفاش يختص كيفاش يتميز باش يولي هو الرئيسي راه، وزاد المونتاج. المونتاج عنده دور تأثير. عنده دور تأثير أي بالطبيعة. حسب الإخراج زاد فما شخصية في المونتاج تتوسع. ما هي تعطيك كلهم الأدوار ثانوية راه، بعد كل واحد وكيفاش يتميز في الدور نتاعو، تنجم تلقى روحك في الدورة هذيك كيف تبيع. ذكرنا بالقصة نتاع الفيلم. هي تحكي على نهار واحد في حياة الخدامة على الكرموس، كيفاش الذل والسب وكيفاش تصير قصص حب غادي وكيفاش نهار واحد. اي في نهار واحد الكل في نهار واحد وعلى الخلاص كيفاش يستغلوا كيفاش كل شيء. قداش قعدتوا في التصوير فيلم؟ ثلاثة شهور، ثلاث شهور تصوير. كنت أتمنى أنك تكون من المتوجين بجائزة خاصة هو عملك الأول وتجربتك. كنت. وترى روحك تستحق. أي بالطبيعة نستحق، ما دام هو الفيلم ماخذ فيه دور بطولي وكل شيء، تعرضنا خرجنا لفرنسا، جينا هنا. خرجت معاهم أنت؟ إيه خرجنا وكل شيء. قداش من واحد خرجتوا من خمسة. خمسة. إيه يعطيها الصحة هي. أول تجربة لي. اي اول تجربة ليا يعطيك. ننصحك كوراج وواصل، وخاطر انت معناها موهوب وظاهر، ومش اللي يجي بيجي فرصه من نهار لوري شي يمثل صحيح بشويه معارف كما قلت انت ولا صدف زاده، لكن باهي الانسان يجري بجرة حلمته. باهي وعلى فكره نحن الشمال الغرب مهم شيء انك تمشي الكاستينغ كل شيء. فما شكون نعرفها كل شيء، مشيت تعمل في كاستينغ قالت لها اسمعني الاكسون نتاع الشمال الغربي دخلها في الشمال الغربي نتاعك. في كل بلاصه يقول لك، في كل بلاصه احنا لا في كل بلاصه يقول لك شبيك تتكلم، انا نابليه ونتكلم بلقي يقول لك ماكش نابليه، هذيك تبعت التونسي معناها فانت كونت تونسي. اي اما مهمشين برشا وهما اكثر ممثلين الكل نتاعنا راهم الشمال الغربي مهمين برشا الكل. اي كيف ريم الرياحي الهداوي لبنى الزيري برشا برشا برشا. ذكرنا بالاسم باش نهار اخر يذكروك. غيث منديسي. غيث منديسي بون شونس ان شاء الله كوراس. عايشك ان شاء الله معرفه طيبه.